في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على هديه واهتدى بهداه سار في نور النهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتلالى في غيره تاه في ظلام الليل إذا يغشاها قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في أعمالنا لنحفظ كتابه ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من الآية رقم 68 من سورة النساء إلى الآية رقم 72 من نفس السورة فلنبدأ على بركة الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا وحسن أولئك رفيقا
تقين وتقين عودة الآن. وإن منكم لمن ليبطئن. أنزلنا عليك القرآن لتشرح. لا تفهم وقتك. وإن من الله وكفى.
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني هذه من هي على الوقف على كلمة يا ليتني لا تقف عليها كما فعل هو ولأن ما يجب النبأ لكن هذه العقول هذه الكلمة لا نقف عليها لا في الوقف ولا نبتدئ بها لا نقول كما فعل هو توقع له ولا يقول بينكم وبينهم مودة يا ليتني لماذا؟
مو ما قابلي. انت تحب تقول يا ليتني، تحب تكون بالصنف هذا. ما لا نقف عليها ولا نمتلئ بها، لا نقف عليها ولا نمتلئ بها. واخذ بالك اجتنب كيف فعلت بليك قلت لقولانك ان لم يكن بينكم وبينه موده. وقف مظهرا لضيق النفس. اذا كان مش نرجع نرجع لا يقولن كان لم يكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. بمعنى اننا ننسب القول لقائله مش احنا لكل هم لقائل. قلت بالك فلا تقف على هذه الكلمه ولا تبتدئ بها. ولا يقولن لا يقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.